بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في جمع الجوامع في كلامه على شروط العمل بمفهوم المخالفة، وذكرنا منها بعض الشروط، ووقفنا عند قوله أو لسؤال أو لبيان حادثة. يبقى هذه الشروط شروط عدمية، أولها ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، وألا يكون المذكور اللي هو القيد خرج للغالب خلافا للإمام، أو لسؤال عنه، يعني هو سأل عن شيء فأجابه عن ذلك الشيء. قال ما حكم التوضؤ بماء البحر مثلا؟ فقال له التوضؤ بماء البحر حلال أو صحيح مثلا، يعني يبقى ده وارد على إيه يا مشايخ؟ هذا وارد على جواب أو على سؤال، يبقى هذا جواب لسؤال. فلا يعني ذلك أن التوضؤ بماء النهر غير صحيح، ولا يعني ذلك أن التوضؤ ده، أنا بدي لك مثال، يعني أن التوضؤ بالآبار غير صحيح، لأنه خص ماء البحر بالذكر. تخصيصه لماء البحر بالذكر في هذا لأنه قد سئل عنه، والجواب في الأصل أن يكون على قدر السؤال لا أوسع منه. فقيل مثلا له أفي الغنم السائمة زكاة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة. يبقى تخصيصه مثلا للسائمة، ده أنا بقول مثال، تخصيصه للسائمة ليس لإخراج ما عداها من حكم الزكاة، وإنما لبيان حكمها. أو لو اتسأل عليه، أو خرج القيد المذكور لبيان حادثة، بيبين حادثة وقعت، فيبقى هنا ما في سؤال، هناك في سؤال، أمال هنا في إيه؟ في حالة وقعت، فأراد أن ينص على حكمها، يبقى هنا في إيه؟ في حالة، في واقع، يعني مثلا وجد إن الناس يتركون مثلا الصلاة مثلا، فقال من ترك الصلاة فعليه كذا وكذا، مش معناه أنه من ترك غير الصلاة لا شيء عليه، لا، لأنه بيعالج حادثة، فالكلام قد ورد مبينا لحادثة وقعت بين الناس. يبقى التخصيص ليس لإخراج ما عدا هذا القيد، وإنما لأنه هو السؤال الذي ورد عليه ذلك الجواب، أو لأنه الحادثة اللي وقعت فأراد أن يخص هذه الحادثة بحكم، أو للجهل بحكمه، أو ورد ذكره بسبب الجهل بحكمه لا لأنه أراد أن يخرج ما عداه عن ذلك الحكم. فالتخصيص بالذكر سببه أن المخاطب جاهل بالحكم لا يعلم. في الشرح هنا ضرب ثلاثة أمثلة احنا قلناها، أو غيره، أو لغيره بقى، أو غيره، ما يقتضي التخصيص بالذكر، يعني هناك فوائد أخرى غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص بالذكر. يقول لك أو
لغيره أو غيره، يعني أو خرج هذا القيد لغير ما ذكرنا، خرج هذا القيد لغير ما ذكرنا من الفوائد الأخرى التي لا تقتضي أنه أفرد بالذكر من أجل أن عدم الآخر فائدة ذكر هذا القيد. قال ما يقتضي التخصيص بالذكر؟ يقول لك كأن يساق المذكور للتفخيم والتأكيد. يبقى هو بيذكره لإيه؟ لتأكيده ولتفخيمه ولتعظيمه، لا لأنه أراد أن يقول إن ما عدا هذا القيد الحكم فيه بخلافه. فيضرب لك مثال يقول لك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. يبقى هنا قال إيه بقى؟ تؤمن بالله. طب يا ما كانتش تؤمن بالله يبقى يحل لها هذا؟ لا، ده تخصيص المرأة التي تؤمن بالله بهذا الحكم لأنها أسرع استجابة من غيره، ولأن الإيمان والإسلام عامل على الابتعاد عن مثل هذا. قال وكزيادة الامتنان، يبقى أنا عندي زيادة الامتنان، يبقى خاص هذا بالذكر لأنه أراد أن يمتن به، فلا يعني أنه المذكور يخالفه غير المذكور. لا، الذكر له فائدة. أصل هو عمدة المفهوم يا أولاد في العمل، عمدة المفهوم أن المذكور ليس له فائدة إلا نفي الحكم عن غيره، هو ده عمدة القول بالمفهوم، أن هنا ليس هناك فائدة إلا أنه المذكور خص بالذكر لأن غير المذكور الحكم فيه بخلافه، فائدته كده ليس له فوائد أخرى غير هذه الفائدة. لكن إن عثرنا على فائدة أخرى امتنع العمل بالمفهوم، فيقول لك لتأكله منه لحما طريا. لحما طرية يعني لو احنا طلعنا السمك وعملناه كده زي ما انتم بتعملوه يا جماعة يا ماليزيين، واخد بالك بتعملوه زي الورق كده مش طري اهو، يعني ما ناكلوش؟ لا، ده هو عايز يقول لك ان كمال وتمام الانعام ويعني الامتنان يحصل بكونه طريا. فليس معنى انه ذكر الطري ان القديد اللي هو المجفف زي ما انتم بتعملوه كده، تبص تلاقي اعمل لك سمكه رق الورقه. طب دي ايه دي يعني؟ ده قرموط ده ولا ايه يعني؟ ولا دي رجل ولا دي ايد ولا ورقه كده. مره كنت مدعو عند احد اولادنا الماليزيين، ودي اول مره، كنا راجعين من المعرض والراجل محترم واشترى لي كتاب بيان المختصر الأصفهاني هدية، وهو من المشايخ المشهورين. وبعد كده هو كان ساكن في السيدة زينب وأنا مروح على الهرم، قال لي ما تيجي يعني تشرفني بالحضور والحبور والكلام الحلو ده، ناس طيبة ومحترمة وأنا أحب جبر الخواطر. قلت له طب يلا، طب ها عايز أعشيك. قلت له طب هتعشيني إيه ورينا يعني. بصيت لقيت له مطلع لي حاجه كده زي الورق وحطيتها في طبق. لا يا مر، قلت له اذا ما هذا وات از ذس؟ قال لي والله دي الورقه دي كانت سمكه. سمكه ازاي يعني؟ فين يا ابني السمك؟ انا عارفه لحما طريا، اما اللحم الورق ده ما اعرفوش. فيعني انا لم اتعود على هذا، فانا في الطعام والشراب لا اترك عادتي، وإن طردتني الخيول حتى ولو كنت مضطرا تذهب مهجتي بذلك. فقلت لا ما يعني طيب ادينا حاجة حلوة. طلع لنا كده شوية حاجات كده ملفوفة كده. قلت له طب ايه دي يعني دي؟ قال لي هذا أرز. أرز ايه؟ قلت له لا 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 لا،
يعني انا لم اكن يعني معتادا لهذا، فدعني وشاني، انا ممكن اشرب شويه ميه، لان الميه مش هتختلف بين الماليزي والعربي، يعني هي ميه. ما يكون عندكم ميه ايه ملاوي يعني، ميه بالملاوي يعني، فالماء ده قدر مشترك. فعايز اقول ايه، عايز اقول لك انه اول حاجه ترك المألوف عسير، بحتاجه الى مجاهده. رقم اتنين ان المطاعم دي التعود، فما تزعلش انه يعني ايه لم يتعود على طعامك. رقم ثلاثة بقى الشاهد، انه يقول لك القديد، طب هو اذا لم يكن طريا الا يؤكل؟ طب انتوا بتعملوا قديد، بتنشفوه وتجففوه، والسمكة تبقى في سمك الورق. قال لا، ده هو ربنا بيقول لك معظم نعمه ان هو يكون طري. زيادة المنة وزيادة النعمة يكون في كونه طريا. طلع لك السمكة كده، يعرف تشويها، يعرف تحطها في الزيت، يعرف تدخلها في الفرن، واخد بالك؟ اما الورقة دي كان الله في عمق. بعد كده بقى اتكلم بقى على مسألة تانية، قال ولا يمنعه، يقول لك ولا يمنعه قياس المسكوت بالمنطوق بل يعمه. طيب، ولا يمنعه قياس المسكوت بالمنطوق بل يعمه، وقيل لا يعمه إجماعا. المعروض عندكم بالرفع، قيل يعمه وليس بل، لا قيل يعمه مش يل، لا غلط، ديت متاكلة في النسخة، يعني ديت من الطباعة دي، هذا خطأ مطبعي. هنا بس الشيخ الخطيب بيقول لك ايه، بيقول لك تقدم ان الدلالة، ان الدلالة في مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قياسية أو لا. قلنا كده، الدلالة في مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية ولا دلالة قياسية؟ يعني مثلا تحريم الضرب بالقياس على التأفيف، ولا إنه الضرب ده فهم تحريمه من السياق والسباق ونقل اللفظ فيه من الأعم إلى الأخص، أو صار اللفظ فيه مستعملا في هذا المعنى استعمالا عرفيا على ما سبق؟ يبقى احنا بنقول الدلالة في مفهوم الموافقة دلالة قياسية ولا دلالة لفظية؟ سبق الكلام عنه. يعني ايه بقى دلالة مفهوم الموافقة؟ الصواب مفهوم الموافقة فلا تقل لهما أف، كأن قيد الأف ده ملغي. ليه؟ لأنه يحرم كل أنواع الإذاء اللي هي حاصلة في قول أف واللي هي حاصلة في الضرب. ولذلك يقول لك وكأن القيد لم يذكر في المنطوق، كأن القيد اللي هو إيه؟ اللي هو التأفيف لم يذكر في المنطوق، وتحولنا من التأفيف إلى حرمة جميع أنواع الإيذاء، وكأن قيد التأفيف لم يذكر. من هنا بقى يحصل المسألة اللي جاية دي، ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق. يعني عايز يقول لك ان الدلالة الموافقية، دلالة الموافقة لا يمنع فيها من قياس المسكوت على المنطوق، ولذلك قسنا الضرب على التأفيف. وكأنه عايز يقول لك ايه، عايز يقول لك ان انت ايضا ممكن تستفيدها من جهتين، من جهة القياس
واخد بال حضرتك؟ ومن جهة أخرى ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، يعني لا يمنع ان احنا نقيس المفهوم على المنطوق بجامع العلم، بل يجوز. يبقى كون ان هو من مفهوم الموافقة لا يمنع ان نقيس المسكوت وهو الضرب على الملفوظ وهو التأثيث، لأن بينهما علة جامعة وهي يا مشايخ وهي تحريم الإيذاء. لماذا أيضا؟ قالوا لأنه لا يعارضه، يعني كنا إن إحنا قسنا التأفيف لا الضرب على التأفيف بجامع العلة لا تعارض ولا تنافي بينهما، فالقياس لا ينافي. انه ايضا الدلالة قد تكون مستقاة من قضايا الالفاظ، بل لا قيل مش بل بقى قيل يعمه، يعمه يعني ايه؟ يعني التأفيف ده يعم الضرب، وعلى هذا فلا قياس. قيل بل يعمه، لأين بل قيل يعمه؟ طيب فين المعروض؟ المعروض فين عندكم؟ بل يعمه المعروض. لا 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 بل يعمه المعروض، لا لا ماليش دعوة بالفك بتاع الشيخ الخطيب، بل يعمه المعروض. ايه هو بقى المعروض؟ يقول لك اللفظ المقيد بالصفة والعارض اللي هو القيد. يبقى المعروض اللفظ المقيد بالصفة. هنذكر لسه مثال اللفظ المقيد بالصفة. طب والعارض هو القيد، زي مثلا في محمود في الغنم مثال، مش يا محمود الغنم، لا انت الغنم محمود، انت رجل جميل. في الغنم السائمة، السائمة دي يا محمود قيد، يبقى ده العارض، مش العارض اللي هو ده كده، خلي بالك. لا اوعى تفهم الكلام ده، افهم الكلام على ايه؟ على مراد قائله. يبقى محمود هو عندنا العارض ايه؟ عندنا المعروض الغنم، وعندنا العارض اللي هو ايه؟ اللي هو الوصف. المقيد والقيد، المقيد اللي هو الغنم، والقيد اللي هو ايه؟ اللي هو السائم اللي هو بيسموه العارض، والمعروض اللي هو الغنم. ولذلك تحت يقول لك ايه؟ وهو اللفظ المقيد بالصفة والعارض هو القيد من صفة أو نحوها، بل يعمه المعروض. يبقى الدلالة يا مولانا دلالة يعني كدلالة العام على الأفراد. لما يقول لك التأفيف، التأفيف يشمل ايه؟ يشمل قولك أف، ويشمل كذلك كل نوع من أنواع الايه؟ قال وقيل بل يعمه المعروض. لكن ما دام هيعمه يبقى ما ينفعش القياس. وقيل لا يعمه اجماعا، وقيل لا يعمه يعني لا يعمه الايه؟ المعروض. المعروض يعني لا يعم المعروض العارض اجماعا، بالاجماع. ليه؟ يبقى فايده القيد ايه؟ لو عمه يبقى فايده القيد ايه؟ وإنما يلحق به قياسا. طيب هنا الشيخ الخطيب بيقول لك عدم العموم هو الحق، اللي بأختار الأول كما قال المصنف في غير هذا الكتاب، لا سيما قد ادعى بعضهم الإجماع عليه إنه لا يعم، وإنما يفهم من قضايا القياس.
بخلاف مفهوم الموافقة فإنه لم يدعي فيه الإجماع على عدم العموم. طب هي دي يعني ملخص هذه المسألة، نقراها بقى من كذا إيه؟ جملة ومن كذا كتاب، ونشوف الدنيا فيها إيه. نبدأ مثلا بأبي زرعة، يقول كده بقى أبو زرعة عندك بيقول إيه؟ مع وجود الخلاف بصيغة التمرين، لأن حكاية الإجماع من تتمة هذه قولة التي عبر عنها بقيلة. لا ده دي بقى كلام تاني، احنا عايزين أصل صلب الكلام. هو شيخ الإسلام قال إيه عندك؟ ولا يمنع ما يكاد تفسير المكتوب بالذكر على قياس المسبوق بالمكتوب، لأن كان بينهما علة جامعة لعدم ورني انا معرض على هذا. هات يا مولاي، فين يا مولاي؟ تحت يمين ولا تحت شمال ولا بينهما؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ولا يمنع، نفس كلام الخطيب، قياس المسكوت بالمنطوق بان كان بينهما عله جامعه لعدم معارضته له. يا جمال، هو الشيخ شيخ الاسلام يا جمال. بل يجوز قياسه بين اذا كان بينهما الا لعدم معارضته. بل قيل وقيل يعمه اذا عارضه بالنسبه الى المسكوت، وقيل يعمه اذا عارضه كانه لم يذكر فيمتنع القياس، وقيل يعمه إذا عارضه بالنسبة إلى المسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع القياس. وإنما عبرت كالأصل بالمعروض أي لفظ دون الموصوف لا يتوهم، كما قال في منع الموانع اختصار ذلك بمفهوم الصفة وليس كذلك. حلو، وهو كلام تاني، كلام تاني. لا مش هنسيب المسألة دي غير ما نقرأها في كل الكتب. طيب انت معاك الشيخ الشيخ التشنيف. اقول كده نبدا يعني بالتشنيف، نبدا باول قول. اول القول خالص. قال الشارع الضمير في قوله لا يمنع عائد على قوله مما يقتضي التخصيص، والمعنى ان شرطه مما يقتضي التخصيص. يبقى هو بيتكلم على، واخد بال حضرتك، القيد. والمعنى أن شرطه ألا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضي تخصيص القيد بذكر. حلو، ده خلاص خلصنا منه. ولا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق. ولا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق. ويجوز عوده على التخصيص بذكر. ويجوز عوده على التخصيص بالذكر. هنا بقى عادوا على إيش الخطيب؟ أعادوا على الأول المسكوت على المنطوق، يبقى ولا يمنع وجود هذا القيد، يبقى ولا يمنع هذا القيد من قياس المسكوت على المنطوق. ها، والمعنى ولا يمنع التخصيص والحالة هذه بذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق إذا اقتضى القياس إلحاقه. ده في المسائل الأخرى بقى اللي هي إيه بقى؟ اللي هو ذكرها. وهو انت لو قعدت على ما سبق، هو هنا القيد ده واخد بالك لا يفهم منه نفي ما عداه، يعني عارض. يعني لا يفهم منه نفي ما عداه، ما هو معناه ان هذا القيد الذي ذكر لسبب من الاسباب هو لا يكون ذكره لان المسكوت بخلافه. كلام جميل. طيب ومع هذا نقدر ان احنا نقول ان المسكوت ده نستطيع ان احنا نلحقه بالمنطوق اذا كان بينهما علة جامعة، وان لم يكن بينهما علة جامعة لا نستطيع ان احنا نلحقه. ولذلك هو بيقول
ان احنا نستطيع ان احنا نقول ولا يمنعه. لا يمنعه ايه؟ لا يمنعه هذا القيد الذي ذكر لسبب من الاسباب. النقيس المسكوت على المنطوق اذا كان بينهما جامع. يبقى هو بيفهم الكلام بصوره اوسع. هل يا ترى هنحمله على فهم الشيخ الخطيب لا يمنع قياس المسكوت على المنطوق، ولا هنفهمه ان ولا يمنع يعني ولا يمنع ذكر هذه الاسباب ان احنا نقيس المسكوت على المنطوق اذا كان بينهما جامع لتاكلوا منه لحما طريا. خلاص انا هقيس اللحم القديد على اللحم الطري لان كل منهما لحم مثلا وهكذا. اخبر حضرتك في ايه؟ في انه ماكول. طب والقيد؟ ما هو القيد ده غير مانع. ليه؟ لانه احنا بنقيس بشروط القياس واركاني. ها؟ والغرض من هذا، والغرض، وبس بقى اقرا بقى القصد من هذا الكلام. والقصد من هذا الكلام، ها؟ مسألة حسنة. والغرض من هذا الكلام مسألة حسنة، ها؟ وهي انا حيث لا نجعل القيد، وهي لا لا تاني كده، وهي ان وهي أن حيث لا نجعل، لا نجعل ولا لم نجعل؟ حيث لم نجعل، لا لا نجعل، ماشي تمشي. القيد مخصصا، القيد ما جعلناهوش يا مولانا ايه مخصص. هل ينفع واحنا قلنا القيد ده؟ شوف شوف العبقرية في الفهم، مش ضيق الأفق في التعامل مع العبارة. قال إذا لم نجعل القيد ده مخصص، هل ينفع لم نجعل القيد مخصص، هل ينفع مع هذا ان احنا نلحق المسكوت بالمنطوق اذا كان بينهما جامع؟ جامع مش اللي احنا بنصلي فيه يعني الا جامع تفهم عشان يكون بينهما جامع يجمعهم مسجد يعني بيصلوا فيه، لا ده تبقى تحفة جميلة بروتريه. طيب فهل نقول إن ما وراء ذي القيد كالمعنى؟ ما وراء، أين التجويد يا مولانا؟ لازم نديكم إيه حاجة في التجويد. ليه؟ لأني أنا يعني الحمد لله ألفت كتير في علم التجويد بس ما مارستش تدريسه كتير، مع إن أول فن مارسته في التدريس كان فن التجويد. بعد ما أخذت الإجازة من شيخي في سنة 91 ذهبت وعملت مقرأ يعني من حوالي 30 سنة، لكنني لم أكثر من القراءة من إقراء التجويد. ماشي، لكن عندي كثير حصيلة كثيرة وضبط ألفاظ ومخارج يعني قوية بالفطرة. طب قول يا مولانا. فهل نقول إن ما وراء ذي قيد مد أربع حرق وراء ما بس يا سلام، ولو وقفت عليها هات ستة الأربعة اللي هم المد المتصل واثنين عارضين للسكون، واخد بالك؟ يبقى وراء وغنيها لي والنبي. الله عليك يا أشمعز أنت. كالمعلوفة في قولك، كالمعلوفة ايوه هات لي بقى المعلوفه. الغنم السائمه داخل في عموم قولنا الغنم. لا لا تاني كده، الكلام بتاع الزركشي ده والله يا مولانا كلام في منتهى الدقه، وعجبني قوي تحليله وفهمه للعبار. ده تعامل المجتهدين مع النص، افق مفتوح مفيش قيود في الفهم، خد بالك؟ وهو ده اللي ضاع في هذه الازمان. هذه الأزمان أزمان الفزلكة ضاع فيها كل هذه الأشياء. يا إما نرجعه لكذا ويبقى المعنى كذا وكذا، أو نرجع الضمير لكذا ويبقى المعنى كذا وكذا، وعلى هذا فهذا صحيح وهذا صحيح في العلم، ويبدأ يؤصل بقى ويركز وكلام في منتهى الدقة. ارجع بقى وراء تاني، فهل نقول ارجع إلى الوراء واقرأ لنا وراء. فهل نقول إنما وراء ذي القيد كالمعلوفة في القيد اللي هو إيه؟ السائمة. وراء السائمة يعني ما عدا السائمة المعلوفة. فنقدر نقول بقى المعلوفة لها حكم السائمة قياسا أم لا إذا كان بينهما جامع؟ اقرأ بقى جامع كده وحل. في قولنا الغنم السائمة داخل
داخل في عموم قولنا الغنم. في الغنم السائمة. يبقى المعلوفة داخلة في عموم قولنا ايه؟ الغنم. وإن شفت بقى، يبقى من هنا بيقول لك بقى انه المعروض عام، وكأنه لغى القيد. فهمت بقى يعني ايه لغى القيد؟ لانه هو نظر الى عموم الغنم، الغنم يشمل المعلوفة ويشمل السائمة. فلما ذكر الغنم كأنه عايز يأكدها يعني، لما ذكر السائمة كأنه عايز يأكدها يعني. فهو هنا ألغى القيد. وإن وجود اللفظ السائمة كالمعدوم. الله، كالمعدوم ولا حاجة. لما أجي أقول لك مثلا تنزل الملائكة والروح فيها، هل معنى ذلك الملائكة يشمل الروح وغير الروح؟ هل لما ذكرنا بعد ذلك الروح معناه ان احنا بنلغي؟ لا. فهكذا يبقى ايه؟ يبقى السائمة دخلت في جملة الغنم، لان الغنم يشمل السائمة ويشمل المعلوف. طب لما ذكرنا السائمة قالوا ده قيد معدوم. ليه؟ لانه ذكر قبل ذلك في عموم الغنم. اذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدخول تحت عموم لفظ. صح. يقول لك إذ لا تأثير، يعني كون أنه هو قال السائمة لا يمنع قوله السائمة من دخول المعلوفة تحت عموم الغنم. شفت يعني؟ لأن الغنم سائمة ومعلوفة. حلو كده؟ فلما أذكر بعد ذلك المعلوف السائمة، يعني ذكري للسائمة لا يمنع من دخول المعلوفة تحت عموم الغنم. واحدة واحدة عليا كده عشان انا بفهم ببقى حلو. او نقول انه منع. نقول بقى ثواني بقى، او نقول انه منع. ماشي، واحدة واحدة كده، ان انا بحب نقرأ الايه العلم كده بتمعن وتؤد عشان كلنا نفهم. ها؟ او نقول هنقول ايه بقى مولانا؟ انه منع. يبقى هو نظر ايه؟ نظر الى عموم الغنم، وإن القيد لا يمنع من دخول ما عداه تحت عموم الغنم. أو نقول إنه السائمة منعت لي. واحدة واحدة كده. إنه منع دخوله تحت العموم وبقي. منع اللي منع القيد، منع من إنه يخش المعلوفة تحت عموم الغنم. وبقي مسكوتا عنه كما كان. وبقي كما هو مسكوت، يعني اصبح الغنم هنا كده اهو لا تشمل المعلوفه. طب وايه اللي ما جعلهاش تشمل المعلوفه؟ ذكر القيد اللي هو السائمه، وصار مسكوت عنه، يعني لم يذكر له حكم. ايه اللي جعله كده؟ التخصيص بالذكر. كمل كده. اذ لا مفهوم بنفيه. اذ لا مفهوم بنفيه لنفيه. انت يعني انت دلوقتي ما نفيتوش، ده انت سكت عنه. انت قلت في الغنم السائمة زكاة، يبقى انت ذكرت حكم الغنم السائمة. طب والمعلوفة؟ ما تعرضناش ليه وسكتنا عنها. كلام جميل. طب مش احتمال يبقى اللفظ تناولها واحتمال ما تناولهاش فصارت مسكوت عنها؟ ولا لفظ يقتديه. وهنا الغنم لا تقتضي المعلوفة، لا تقتضي المعلوفة. ما لا تقتضي كل ما يسمى غنم، ولا تقتضي ولا تشمل المعلوف، لان دي وصف زائد على الغنم. والمختار الثاني. والمختار الثاني اللي هو ايه بقى الثاني؟ ان هو مسكوت عنه. طب ولما هو بقى مسكوت عنه يبقى ينفع قيسه على المنطوق، اذا كان بينه وبينه
جامع. يعني هو كده كل ده اختصار اللي احنا قلنا. كمل كده تاني. ودع بعضهم فيه الاجماع. ودع بعضهم فيه الاجماع. وهو قضية قول ابن حاتم في اثناء المسألة. واجيب بان ذلك اللي هو هنا وقيل لا يعمه اجماعا. يعني لفظ الغنم لا تعم السائمة. لا تعم المعلوفة بالإجماع. طب إيه اللي جعلها لا تعم؟ قال عشان القيد موجود. هذا القيد هو الذي منع من الشمول. طب عايز أنا ألحق المعلوفة بالسائمة ينفع؟ قال له إذا كان بينهما جامع. وقيل لا يعمه إجماعا لوجود العارض. لوجود العرض اللي هو ايه؟ اللي هو القيد. القيد اللي هو ايه؟ اللي هو السائمة. طب واللفظ الغنم مش ممكن يشمل؟ قال لا، لا لفظ، لا لفظ يقتضي. ها كمل كده لان دي لسه هنقراها دي لما نجيب اخرها. وادعى بعضهم فيه الاجماع وهو قضية قول ابن حاتم في اثناء المسألة. واجيب بان ذلك فعل فرع العموم ولا قائل به. لا لا ثاني كده. وادعى بعضهم الاجماع وذكر قضيه كلام ابن الحاجب الى اخره. قال ايه بعد كده بقى؟ واجيب بان ذلك فرع العموم. بان ذلك فرع. ايه الفرع؟ لا ثاني كده ارجع ورا. واجيب بان ذلك فرع العموم. لا قبليها وريني كده عشان اقدر افهم. بيقول وادعى بعضهم الإجماع وهو قضية قول ابن الحاجب في أثناء المسألة. وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به. لا لازم نجيب عبارة ابن الحاجب. والمختار الثاني في مختصر وقال بعض وله أشار بقوله وقيل يعمه المعروف وأشار بقوله إجماع لأن هذا القول قد ادعى الإجماع عليه فيكون ما وراءه خارق للإجماع. ولا فائدة في قوله ولا يعم إجماع إلا التنبيه على ذلك، إلا التنبيه على الخارق يعني. وإلا فنفي قوله ولا يمنع المسكوت بالمنطوق ما يفهم أن الإلحاق به قياس سائغ، وبهذا يخرج الجواب عن من اعترض على المصنف بأنه حكى قولا بالتعميم والإجماع في مقابله. قول بأنه هو يعم وقول بأنه لا يعم، ويقول لك لا يعم إجماعا. إزاي يعني؟ يبقى القول الذي قيل لا يعمه المعروض دوت خارق للإجماع، وإنما ذكره هنا من أجل أن يبين أنه خارق للإجماع. وعايز يقول كده يعني بيقول لك وأما المعروض فهو اللفظ العام هو الغنم مثلا في قولنا الغنم السائمة، إذ السائمة عارض له يعني ماشي، وإنما يبقى الغنم هو المعروض والسائمة هو العارض. ولم يقل الموصوف لئلا يتوهم اختصاص ذلك بمفهوم الصفة وهو لا يختص به. كلام هنا مين؟ كلام الخطيب أيضا. بعد كده قال وهو إذ هذه الأمور تمنع القول بالمفهوم في الصفة والشرط وغيرهم. طيب يقول لك ولم يقيد المقيد لأن من يدعي أن اللفظ عام. طب لا ده كلام بقى إيه؟ كلام تاني هنعيش معاه كتير قوي. أتى أبو زرعة بقى كده كلاما ووافقه أبو زرعة وقال هنا وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به ولا يقال يحكي الإجماع. ما هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك مفهوم الصفة كده. طيب بيقول لك ثم حكى وقد ضميره وهو إذا وجد في الغنم السائمة خرج مخرج لسؤال عن السائمة جاز لنا أن نقيس المسكوت عنه وهي المعلوفة على السائمة. بيقول إذا ظهر للتخصيص فائدة. طب نشوفها كمان من أبو زرعة فيه نفس الكلام. بيقول إذا ظهر للتخصيص فائدة بس يبقى هي المسألة وضحت أهي معاك. إذا ظهر للتخصيص فائدة هو بيشرح بقوله ولا يمنع اللي هو اللي فات دي
اللي هو إذا ظهر له فائدة. يبقى إذا ظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير اختصاص الحكم به، كأن يكون لجهل المخاطب، كأن يكون للجواب عن حادثة، كأن يكون لجواب بيان سؤال، كأن يكون لبيان الواقع، كأن إلى آخره. كأن يعلم أن قوله في سائمة الغنم الزكاة مثلا خرج لسؤال عن السائمة، قال له ما حكم الغنم السائمة؟ قال له في الغنم السائمة زكاة. وضح لك كده؟ في الغنم السائمة زكاة. يبقى هو سأله عن ايه؟ سألوا عن الغنم السائمة فأجابه عن الغنم السائمة. يبقى هذا الكلام خرج للجواب عن سؤال. طب هل يقتضي ذلك ان ما عدا السائمة لا زكاة فيها اذا كان بهذا الحال؟ لا. طيب السؤال الثاني بقى، هل يجوز لنا ان نقيس المعلوفة على السائمة في الحكم وهو وجوب الزكاة حيث وجد شروط القياس أم لا؟ ولا يكون التخصيص بالذكر في هذه الحالة مانع من القياس. ده رأي اللي هو قال عنه فينا إيه؟ اللي قال عنه ولا يمنع قياس المسكوت، ولا يمنع يعني تخصيص الحكم المنطوق بالذكر، ولا يمنع ما يقتضي تخصيص حكم المنطوق بالذكر قياسه. لا قياس لا، وينفع قياس المسكوت بالمنطوق نفس الكلام. ولا يكون التخصيص بالذكر في هذه الحالة مانعا من القياس. فالضمير في قوله ولا يمنع عائد إلى قوله مما يقتضي، اللي شرع للخطيب مما يقتضي التخصيص بالذكر أو على التخصيص. ثم حكى المصنف خلافا في أن اللفظ المعروض اللي هو إيه؟ اللي هو الغنم في هذه الحالة هل يعم المعلوفة؟ لما قال كده الغنم، هل يبقى الغنم تحتيها سائمة ومعلوفة ولا لا يعم لوجود القيد؟ واضح كده؟ والله حلو، بنقعد نقرا كده لغايه ما نتعب نفهم. بل هو مسكوت عنه، ما هو اللي قال يشمل يبقى قال مش ليس مسكوتا عنه، ومن قال لا يشمل يبقى قال هو مسكوت عنه. اصل هو لو يعم مش هيقيس، لانه لا فائده حينئذ للقياس. ومن قال انه مسكوت عنه ووجدت شروط القياس هيقيس. قال ثم حكى المصنف خلافا في أن اللفظ المعروض في هذه الحالة كالغنم هل يعم المعلوفة ويترتب عليه إن هو يستغني بذلك عن القياس؟ ما هو لو كان يعم المعلوفة هنستغني بذلك عن القياس، أو لا يعمها بل هو مسكوت عنه وحينئذ نحتاج إلى القياس بشروطه، أو لا يعمه بل هو اللي هو إيه؟ اللي هو المعلوف مسكوت عنه وإنما عبر كلام بقى تاني. بقى هو ليه عبر بالمعروض وما قالش الموصوف؟ كلام تاني. بعد كده بقى يجي لك يتكلم على مشكلة الإجماع، يقول لك وأشار بقوله إجماعا إلى أن بعضهم حكى الإجماع على القول الثاني اللي هو قال لك ولا يعمه، يعني لفظ الغنم لا تعم المعلوف، للإجماع على القول الثاني وهو ابن الحاجب. فإنه قال وأشار بالقول إجماعا إلى أن بعضهم حكى الإجماع على القول الثاني وهو ابن الحاجب، بعضهم يعني
ابن الحاج، فإنه قال في أثناء المسألة وأجيب بأن ذلك فرع العموم. يعني مش عارف سؤال فرع العموم دي رجع لي راه تاني، ولا قائل به، ولا يقال كيف يحكي الإجماع. لا دي مسألة تانية بقى، وأشار بقوله أن بعضهم حكى الإجماع على القول الثاني. حلو، إنه لا يعمه المعروض ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه لا يعمه. طب استنى، القول الأول اللي هو يعمه، والقول الثاني لا يعمه، فيستغني بذلك عن قياس أو لا، أو لا يعمه عدم العموم، ماشي، بل هو مسكوت عنه. حلو، مسكوت عنه، حلو كده. قال وهو فإنه قال في أثناء المسألة وأجيب بأن ذلك فرع العموم. لا احنا عايزين نقرأ بقى، ولا قائل به، ولا قائل بأنه يعم يعني. لا شوف لنا بقى النص عندك ايه، لان هم طبعا كانوا هم اللي بينقلوا بيعملوا، فالمسألة كانت واضحة عندهم. في شرح بيان المختصر بيقول وان سلم في بعضها وجب بانه اسقط لاختل الكلام في المختصر، واعترف بان فائدته تقوية الكلام، واجيب بان ذلك فرع العموم ولا قائل به، واجيب بانه لو اسقط لاختل الكلام فلا مقتضى للمفهوم، واعترف بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيص. أجيب لا، ما هو مش دي. قال عنا بسائمة، ده بيتكلم على مفهوم اللقب. استنى كده، فين هي؟ لا ده هو ده كلام، مش كلام ابن الحاجب، ده كلام المختصر. لا احنا عايزين كلام ابن الحاجب. اجيب عنه يقول لك فانه قال في اثناء المساله، هات لي بقى كده كلامه هو. بيقول لك ولا يقال كيف يحكي الاجماع على قول حكاه بصيغه التمريض. حلو كده، لان حكايه الاجماع من تتمه هذا القول اللي هو قيل بل يعمه وقيل لا يعمه إجماعا. دي مسألة تانية بقى. طيب احنا كده اعتقد ناخد مننا بس كلام ابن الحاجب. الخطيب بيقول لك عدم العموم هو الحق، يبقى هيلحق المسكوت بالمنطوق اذا توفر فيه علة القياس، كما قاله المصنف في غير هذا الكتاب، لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه بخلاف مفهوم الموافقة. ده كلام بقى آخر. طيب هات لنا كده بقى المحل، ورونا كده المحل. نفس الكلام؟ وأجيب بأنه لا، ده ما هو هو. طب فين كلام ابن حاجب؟ صاد واستدل. في طب فين اللي قبله؟ الصفحه، هات الصفحه اللي هنا كده اللي على الشمال، يمين السياره اللي ركنه جنبينا. واما انتفاء التالي، وهذا الصفحه في صفحه لا، هو بيتكلم على انه في بيان، مش في بيان المختصر، في رفع الحاجب. بس هو ما بيقولش ابن الحاجب ولا ابن السبكي. طيب ماشي. طيب هنا بيقول لك المعروض بالرفع بل يعمه المعروض وهو اللفظ. طب دي خلصنا منها، فكيف يمتنع هذا القياس مع ان لنا قائلا بان المعروض له
المقيد المذكور يعم المسكوت عنه بدون قياس، وكأن القيد لم يذكر، كل ده خلصناه. طب فين الثمار اليوانع؟ يبقى نفس المعنى، ماشي في نفس الإطار. بيقول لك وقيل، لا ما قيلش لسه. بيقول لك ومن موافقة المسكوت للمذكور في حكمه كما سبق في بعض الأمثلة نشأ الخلاف، كلام الخطيب. الخطيب واخد المقدمة منه. وفي تقدم خلاف في أن الدلالة في المفهوم. طيب بعد كده بيقول إيه؟ بيقول وكأن نشأ الخلاف في أن الدلالة على حكم المسكوت الموافق لحكم المنطوق هل هي لفظية أو قياسية، وكأن القيد من صفة وغيرها لم يذكر في المنطوق. أشار المصنف لحكاية هذا الخلاف بقوله ولا يمنعه ما يقتضي تخصيص حكم المنطوق بالذكر قياس المسكوت وهو المفهوم بالمنطوق، بل يجوز قياسه. حلو كده كلام الخطيب من هنا، بل يجوز قياسه إن كان بين المنطوق والمسكوت، إن كان بينهما. حل حتى إن كان بينهما ممكن نعمل حشي عليها كده، نقول واحد يعني بين المسكوت والمنطوق، نفس العبارة اللي عنده هنا، أي بين المسكوت والمنطوق. علة جامعة لعدم معارضته، اي طبعا ما هو المسكوت لم يعارض المنطوق، ولذلك قيس المسكوت على المنطوق لعدم المعارضه. وقيل لا، يبقى لغايه هنا نقدر نقول اتنين دي نكتب عليها كده ثمار اليوانع، الثمار بتمامه. صفحه كام دي؟ 85، 185. يبقى كل دي من عند الثمار. بعد كده بل قيل يعمه، ده الرأي الثاني بقى. يبقى الأول لا يعمه، هيبقى من قبيل القياس، والثاني يعمه، وحينئذ لا يصح فيه القياس. والله كلام جميل. وقيل لا، وأشار المصنف إلى استبعاد منع القياس المذكور بقوله بل قيل يعمه، استبعاد منع القياس أي يعم المسكوت المشتمل على علة الإلحاق المعروض. يبقى يعمه، يبقى يعم المعروض المسكوت المشتمل على علة القياس، يبقى هو ده معناه. يبقى يعم المعروض، يبقى المعروض فعل إيه؟ يعم، والهاء هنا معناها ايه؟ يبقى المسكوت المشتمل على علة الإلحاق. برضك الشيخ خالد الأزهري هنا هي فالعبارة كلها منه. بل لا مش بل بقى، ما بلش لسه. قال المعروض بالرفع وهو اللفظ المقيد بالصفة ونحوها أو غيرها، هنا قال ونحوها، كلام جميل. يعني كيف يمتنع، كيف يمتنع دي بقى اللي هو ايه؟ فكيف يمتنع، يبقى والعارض هو القيد من صفة ونحوه، ايضا هنا كذلك، وهو بيقول لك وهو المقيد بصفة او غيرها. يعني كيف يمتنع هذا القياس مع ان لنا قولا، كيف يمتنع هذا القياس مع أن لنا قولا،
يبقى هنا ده استفهام إنكاري، يعني لا يمتنع هذا القياس لأن لنا قولا بأن المعروض له المقيد المذكور يعم المسكوت عنه بدون قياس، وكأن القيد لم يذكر. يبقى كأنه لي الغنم فيها زكاة، يبقى هيعم السائمة وهيعم المعلوفة لأن القيد ملغى. وكأن القيد لم يذكر، كما لو قال من يجهل حكم المنطوق في الغنم السائمة في الغنم السائمة زكاة، فلفظ الغنم عنده عام يشمل المعلوفة والسائمة، فالغنم معروض والصفة هي السوم عارض للغنم. والعبارة السديدة أن تقول ولا يمتنع قياس المسكوت بالمنطوق، أي على المنطوق، بناء على أن المعروض لا يعم المسكوت. أيوه. وقيل يعمه فيمتنع القياس عليه. طب حلو. وقيل لا يعمه إجماعا. وقيل لا يعم إجماعا لأجل العارض. فكأن قيد السائمة مانعة من شمول الغنم للمعلوفة. بس كده، يبقى لا عم بس ما يمنعش قياسه. قال وإنما يلحق المسكوت، وإنما يلحق المسكوت بالمذكور قياسا. حلو كده. وهو الحق عند المصنف الشيخ الخطيب هنا برضه نفس الكلام. لا نفس الكلام، نقوم ضايفين الايه؟ الثمار اليوانع. تنبيه برضك، قد أخذ منه التنبيه. عدم العموم هو الحق. ليش؟ لأنه قد ادعى بعضهم الإجماع عليه. تمام كده، اللي هو قيل لا يعمه إجماع، بخلاف مفهوم الموافقة. لا يقال إن عدم العموم فيه هو الحق، بل هو محتمل. مفهوم الموافقة احتمال يكون العموم فيه هو الحق والقياس فيه هو الحق. وإن كان ظاهر ما في المتن ترجيح مقابله. طيب كلام جميل. فإنه اللي هو إيه؟ مفهوم الموافقة لم يدعى فيه الإجماع على عدم العموم، بخلاف غير مفهوم الموافقة فقد ادعي فيه الإجماع، اللي هو وقيل لا يعموه إيه؟ إجماع. وإن اختلف فيه أيضا، اللي هو إيه؟ اللي هو فيما عدا مفهوم الموافقة، لأن المسكوت هنا أي في مفهوم المخالفة أدون من المنطوق بخلاف هناك. طيب كل كلمنا على القضايا دي كلها، أظن أننا لسنا يعني إيه نحتاج إلى أكثر من هذا. أدون يا سيدي أولى. أدون يعني المسكوت، واخد بالك، فيه أدون من المنطوق، لأن المسكوت هنا أي في مفهوم المخالفة، في مفهوم المخالفة المسكوت أدون من المنطوق. هناك بقى بخلاف مفهوم الموافقة، قد يكون مساوي قد يكون أعلى وهكذا. على كل حال المسألة دي مذكورة في المنهاج متهيألي. مش مذكورة في المنهاج؟ لا ما أظنش. لا مش مذكورة في المنهاج، لا لم يذكرها في المنهاج. طيب في مزيد عندك حاجة؟ عايز هنا حاشية ماشية ما مشيتش. هو بالنسبة لقيل لا يعم إجماعا، والبناني قال محل التضعيف قوله إجماعا، فمتعلق لا يعمه محل التضعيف هو الإجماع مش عدم العموم، صح؟ خد بالك. لا ان كمان حتى الخطيب يقول لك لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع. يبقى القضية كلها ايه؟ عايدة إلى الإجماع، المشكلة في حكاية الإجماع. تكتب كده المشكلة في حكاية الإجماع. كلام الخطيب كالصريح فيه. طيب أنتوا عندكم حاجة عايزين تسألوا فيها؟
عندك حاجة في العطار يا شيخ أحمد؟ المحقق رضي الله عنه يا ابني، ومالك بتقول كده المحقق وانت زعلان؟ الله، والشيخ بقى الشارح هنا يعني. بتحب الشارح، انا المحقق يعني عادي. ما بتحبش المحقق. ما هو في الحقيقة الاثنين يا مولانا واحد. طيب، وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة في الأظهر. وهل المنفي غير سائمتها أو وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوم قولان. وبعد كده بيتكلم على مفهوم العلة، وهو هنا يتكلم على أنواع مفهوم المخالفة. ها ارجع، أنا ما عنديش مشكلة، أنا ممكن أقرأ المسألة حصة، فيش مشكلة خالص. طيب، يبقى هنا بيقول عدم العموم هو الحق كما قال المصنف في غير هذا الكتاب، ودعم هذا بأن عدم العموم حكي فيه الإجماع، وما حكي فيه الإجماع يكون أولى مما لم يحكى فيه الإجماع. يعني تقدر أن أنت يعني في أبواب التعارض تقدم ما حكي فيه الإجماع، ما ادعي فيه الإجماع، وتقدمه عند التعارض على شيء لم يدعى فيه الإجماع. يقول لك عدم العموم اللي هو بيقول لك بل يعمه الأولاني. إيه الأولاني؟ بيقول ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بس، وقيل بل قيل يعمه المعروض، وقيل لا يعمه. فهنا قال لك عدم العموم هو الحق، أمال إيه؟ إحنا هنلحقه إذا توفرت فيه شروط القياس، اللي هو إيه؟ اللي هو مفهوم المخالفة. فلما يجي يقول لي في الغنم السائمة زكاة، وكان لهذا الكلام خارج عن مخرج سؤال، لو وجدت بين المعلوفة وبين السائمة علة جامعة سألحق المعلوفة بالسائمة لهذه العلة. عدم العموم إنه لفظ الغنم لا تشمل ها الغنم السائمة المعلوفة هو الحق. لماذا؟ لوجود القيد كما قال، لا سيما ادعى بعضهم الإجماع عليه بخلاف مفهوم الموافقة، فلا يقال إن عدم العموم فيه هو الحق. ليه؟ قال بل هو محتمل، بل محتمل إنه هو يعني يبقى فيه الحق، ومحتمل يكون فيه عموم، لكن هنا في مفهوم المخالفة لا، عدم العموم هو الحق. طب مفهوم الموافقة احتمال، قيل وقيل يحتمل أن يكون يعني عدم العموم فيه هو الراجح، ويحتمل أن يكون العموم فيه هو الراجح. فإنه لماذا؟ قال فإنه يعني فإن مفهوم الموافقة لم يدعى فيه الإجماع على عدم العموم، بس مفهوم المخالفة ادعي فيه الإجماع على عدم العموم، وقيل لا يعمه إجماع. وإن اختلف فيه، نتكلم على مفهوم الموافقة، حتى وإن حصل فيه الخلاف كما حصل فيه مفهوم المخالفة، وإن اختلف فيه أي في مفهوم الموافقة، في المفهوم الموافق، لأن المسكوت هنا، هنا بيتكلم هنا يعني في مفهوم المخالفة أدون من المنطوق. المسكوت اللي هو عندي المعلوفة أدون، ده على سبيل المثال، أدون من السائمة المذكورة، بخلافه هناك يعني في مفهوم الموافق. ليه؟ أصل المسكوت يا إما مساوي
واخد بال حضرتك، يا اما اعلى. المسكوت عندي الضرب اعلى من التأفيف. المسكوت عندي حرمة الإحراق مساوية للأكل. فالمسكوت يا إما أعلى يا إما مساوي. المسكوت عندي في مفهوم المخالفة كما ترون أقل. خد بال حضرتك، فالمعلوفة أقل من السائمة. لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما مر، لكون المنطوق هنا يعني في مفهوم المخالفة أيضا أولى بالحكم من المسكوت. المنطوق اللي هو عندي السائمة أولى بالحكم من المنطوق اللي هو ايه؟ لكون المنطوق هنا اولى بالحكم، المنطوق اللي هو عندي السائمة هنا يعني في مفهوم المخالفة اولى بالحكم من المسكوت يعني من المعلوف. وهناك اقلب، والمسكوت هنا اللي هو تقول ايه؟ الضرب اولى يعني اولى بالحكم من أولى، الضرب أولى بالحكم من التأفيف أو إيه؟ أو المسكوت اللي هو عندي إيه هناك؟ اللي هو عندي الإحراق مساوي للمنطوق، منطوق اللي هو الإيه؟ الأكل. الله، كما تقدم. بس كده اتحلت يا مولانا، ولا فيها اي مشكله خالص. عارفه ما تمسكها بالورقه والقلم كده وتركز تاتي على اخر. انا اول مره في حياتي مع اني شرحت لب الاصول قبل ذلك وقراته، اول مره افهمها بالعمق ده. بس يعني العمق ده يحتاج شويه برتقال وخلي الدنيا جنان. نعم. والعارض هو القيد. القيد اللي هو السائمة. أو المعدوفة. لا بس هي اللي في الحديث السائمة. ده العارض. بعد كده بقى تمام كده؟ حد عايز يفهم أي حاجة؟ عايزين نفهم الحواشي. لا يا ابني الحواشي إيه؟ محتاج بس ندخل في فهم أصل الكتاب ده كده. بعد كده بنقرأ الحواشي مرة واثنين. هذا الكتاب لا يحتاج منك إلى قراءة واحدة. هذا الكتاب يحتاج منك إلى قراءات. مش قراءات 10 أو قراءات 7 لا. يحتاج منك إلى قراءات أكثر من ذلك. والله. قراءات متواترة. قراءات، يا سلام. يا أخي أنا بحس إنك أنت بتعبر عما في قلبي. قراءات متواترة يعني واحدة تلو الأخرى. أحسن الشيخ. طيب تفضل يا دكتور يا علامة. عند قولي؟ قولي أنا ولا تقول هو؟ أنا قلتش حاجة، ده اللي في الكتاب. أنا عايزك ممكن تنتقد المحقق. ماشي، مال قولي ماله؟ مراد إيه؟ اللي هو رقم كم؟ حاشا رقم كم؟ 9. لا، ما ده اللي انا قلته. ليس ما قد دعا بعضهم الاجماع. اصل اذا ادعى بعضهم الاجماع يبقى هذا اقرب الى ان يكون حقا. ولذلك قال العلامه الكبير المحقق: فلا اقل من ان يكون هذا هو الحق. فهذا تاكيد للاحقيه، يعني كانه لما اردفها به احتمال وجود الاصل الاجماع معناه انه احتمال ان يكون حقا. فافرض ان الاجماع يعني هو كان في الواقع ونفس الامر، هذا يؤكد لك احقيه عدم العموم. بعد كده بيتكلم على مفهوم المخالفه، وان مفهوم المخالفه
على يعني صور، منها مفهوم الصفة. وإيه هو بقى مفهوم الصفة؟ قال أن يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة سواء كانت متأخرة أو كانت متقدمة. يبقى أن يذكر الاسم العام، يبقى أول حاجة لازم يكون فيها مولانا اسم عام، ويبقى معاه مقترن مصاحب ليه اسم خاص، سواء كان هذا متأخر عن اللفظ العام أو متقدم على اللفظ العام. العام ما عامش يعني ايه كده بيسبح يعني، لا او العام وربي السنة يعني. العام صح، فتح الله عليك. يا سلام يا شيخ، كالغنم السائمة. الغنم اسم عامه، يلا كده نطبق، مقترن بالسائمة مصاحب للسائمة، والسائمة دي ايه؟ صفة، لان السائمة مأخوذة من السوم اسم فاعل سائمة، يبقى ذات اتصفت بالسوم. في الغنم السائمة يبقى عندي انا اهو الصفة هنا تأخرت. ركز معايا الله يبارك لك، لاني انا يعني بذاكر وانت بتذاكر، فهتستفيد جدا لو انت ركزت. او سائمة الغنم، الصفة هنا تقدمت. يبقى الغنم السائمة وسائمة الغنم، السائمة دي صفة. حلو، لا مجرد السائمة، يبقى المراد الغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة، لأنه احنا لو قلنا في السائمة زكاة، في السائمة زكاة تشمل كل يعني دابة تسوق، لكن لما يجي يقول لك في الغنم السائمة زكاة يبقى بيتكلم على الغنم الموصوفة بالسوم. بينهما خلاف، بينهما فرق، ان الاول فيه تخصيص والثاني لا تخصيص فيه. يبقى المراد ايه بقى؟ المراد انك انت تقول ان هذه الغنم السائمة فيها ذكاء، فالمعلوفة الحكم فيها بخلافه. في السائمة سائمة الغنم كذلك، يبقى لا مجرد السائمة من قوله في السائمة زكاة في الأظهر، يبقى هذا ليس من الصفة. خلي بالك يعني بيقول لك لا مجرد السائمة، يعني هذا ليس من الصفة. أمال اللي من الصفة إيه؟ اللي فات، اللي هو إيه؟ إنه هو يذكر الاسم العام وبعده مقترن معه صفة، هذه الصفة خاصة سواء تقدمت أو تأخرت، يبقى ده من مفهوم الصفة. أما في السائمة زكاة، هذا ليس من الصفة في شيء لاختلال القيود، إنه لم يرد على عام. ولذلك يقول لك في الشرح لا مجرد السائمة من قوله في السائمة زكاة، وإن روي فقال المصنف ليس من الصفة في الأظهر لاختلال الكلام بحذف السائمة منه. شيل السائمة تقول في الزكاة مش هين. طب هناك لو انت حذفت السائمة في السائمة زكاة وفي السائمة في سائمة الغنم، في الغنم السائمة احذف الغنم، احذف السائمة، احذف السائمة، لا يختل الكلام، تقول في الغنم زكاة. لكن لو انت حذفت السائمة هنا هيختل الكلام بحذفها.
ده كلام ابن السبكي، انه في الغنم السائمة وسائمة الغنم هذا من قبيل مفهوم الصفة، وأن قوله في السائمة زكاة ليس من قبيل الصفة، لأن الأول لو حذفت الوصفة لم يختل الكلام بل يكون كلاما مفهوما، والثاني لو حذفته لاختل الكلام به. فهمنا كده؟ يبقى الأول من عند ابن السبكي من مفهوم الصفة، والثاني ليس من مفهوم الصفة. حلو كده؟ بعد كده بيقول الخطيبين: والأصح المعزو للجمهور أنه منها. يبقى الثاني اللي هو مقابل الأظهر بقى، مقابل الأظهر إنه في السائمة زكاة من مفهوم الصفة. تصدق كلام واضح ليه؟ لأن السائمة اسم فاعل يعني ذات موصوفة بالسوم، فعايز يقول لك الذات الموصوفة بالسوم فيها الزكاة، معناها الذات الموصوفة بالعلف لا زكاة فيها، فكأنه لاحظ فيها أنها اسم فاعل مكون من ذات موصوفة بصفة السوء، فهذا نظر الجمهور. ايه؟ لا ده كلام الجمهور، ده هو اللي من ترجيحات ابن السبكي العكس. ابن السبكي بيقول في السائمة زكاة ليست من مفهوم الصفة في شيء، قال له لا ده جمهور بيقولوا ان هو من مفهوم الصفة. ليه؟ قال له لان سائمة ده اسم فاعل، واسم الفاعل مكون يا محمود من ذات ومن حدث او وصف، هذا الوصف مرتبط بهذه الذات، فلما يجي يقول لك في الذات المتصفة بالسو، طب ما دي مفهوم صفة، حلها كده فكك العبارة، هيبقى معناها الذات الموصوفة بالسو، معناه ان الذات الموصوفة بالعلف بخلافها. شفت بقى ده ايه؟ ايه يا عم الناس بتفكر ازاي؟ والله هي الناس دي يعني كيف وصلت الى هذا العمق من التفكير؟ وايه بيفكر بطريقة سلسة، طريقة سهلة. انشغلوا بالعلم يا اولاد حتى تفكروا بطريقه جيده. يقول لك ايه بقى الشيخ الخطيب؟ لدلالته على السوم الزائد على الذات. الله، شفت بقى؟ فيفيد نفي الزكاه عن المعلوفه مطلقه، لانه خلي بالك لما كانت الذات مطلقه كان الوصف كذلك مطلق، فلما يجي يقول لك في الذات السائمة معنى ان كل ذات معلوفة لا زكاة فيها، سواء كانت غنم، سواء كانت ابل، سواء كانت جمل وما جملش، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، لأن هنا بيقول لك في الذات. خلاص يا مولانا، يبقى تشمل ايه؟ الغنم، تشمل ايه؟ الإبل، تشمل البقر ومعها الجواميس، لأن هما الثلاثة دول اللي فيهم الزكاة عند السادة الشافعية. طب والزكاة في العين يعني؟ طب والأرانب ما فيها الزكاة؟ لا ما فيها الزكاة. والدجاج الابيض او الاحمر او الدجاج الاسود؟ لا ما فيهوش. الدجاج هيبقى فيه كبده. فيفيد نفي الزكاه عن المعلوفه مطلقا، سواء كان ذلك غنما او غيره، كما ان هو بيفيد ثبوت الزكاه في كل سائمه.
يبقى شوف بقى ايه الاثبات كلي والنفي كلي. في السائمة زكاة، أنهي سائمة؟ أي سائمة. طب والنفي؟ يبقى لا زكاة في أي معلوف. يا سلام، شفت بقى كلام حلو. ودي بقى من التدقيقات. الحلاوة بقى أن أنت لما تقرأ جمع الجوامع لا تستغني عن منهاج الإمام البيضاوي، تقرأ المنهاج لا تستغني عن جمع الجوامع، فكل له مشربه وكل له فوائده، فهذا لا يغني عن هذا وهذا لا يغني عن هذا. بعد كده قال بقى كلام تاني حلو قوي، وهل المنفي يعني عن الزكاة في المثال الأول والمثال الثاني؟ المثال الأول اللي هو إيه؟ في الغنم السائمة وفي سائمة الغنم، وهل المنفي غير سائمتها؟ سائمتها اللي هي الغنم، غير سائمتها اللي هي معلوفة الغنم، وهل المنفي عن الزكاة اللي هو معلوفة الغنم أو كل معلوفة؟ طب وهل المنفي يقول لك عن محلية الزكاة في قولنا في الغنم السائمة وقولنا في سائمة الغنم؟ يبقى دي واحد وادي اتنين. غير سائمتها وهي معلوفة الغنم فقط، يبقى في الغنم السائمة وفي سائمة الغنم، يبقى مين اللي منفي؟ الغنم الايه المعلوفة. ولا المراد مطلق السواء مطلق السوم؟ يبقى قال لك ايه؟ في الغنم السائمة يبقى المعلوفة مطلقا لا زكاة فيها. فيها قولان، الأول ناظر إلى السوم في الغنم قال لا، وهذا هو الأصح، ده المراد ان هو بيقول في سائمة الغنم، يبقى فهم ان في معلوفة الغنم لا زكاة، يبقى ناظر الى السوم المتعلق بالغنم. فاذا ذكرت المفهوم يبقى المعلوفة من الغنم، كما رجحه الامام الرازي والشيخ ابو حامد وغيرهم. الثاني ناظر إلى السوم فقط، بيقول كده السوم غير مضاف إلى الغنم، نظر إلى السوم ولم يلاحظ فيه الغنم، فتنتفي الزكاة عن المعلوفة في الغنم والإبل والبقر وتجب في السائمة. كلام جميل. بعد كده قال ومنها أي الصفة العلة، مفهوم اسمه مفهوم الايه؟ انتوا فهمتوا كده الصفة يا دكتور؟ اللي هو المنفي ولا ما قبله؟ وهل المنفي اللي هو المعلوف متعلق به يعني معلوفة الغنم أو معلوفة كل الأنعام؟ يعني عايز يقول لك إن المعلوف مرتبط به الغنم كما أن السوم مرتبط بالغنم كما في اللفظ، ولا المعلوفة يقصد بها معلوفة مطلقا غير مرتبطة بالغنم؟ أنا عارف أنت مع قول الجمهور، أصل هو قال في الغنم السائمة، يفهم منه
ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. يبقى انت حضرتك ناظر الى ايه؟ ناظر الى السوم المتعلق به الغنم. وانا بصراحة حابب اول قول ده وهذا هو الاصح. التاني قال لا، بل حضرتك قال انا هعتبر السوم فقط مقطوع عن الغنم. طب وليه قطعته عن الغنم؟ قال بس يعني احنا جبنا الغنم كده عشان نعرف نسند عليها، يعني من اجل ان نسند اليها، لا من اجل ان تكون السوم متعلق بالغنم، انما اتينا بها للاسناد فقط نحمل عليها. والثاني ناظر الى السوم، قال بس السوم، فكأنه قال ايه بقى؟ في السائمة زكاة بس. حلو كده؟ حلو. ها؟ مين تاني عايز يقول يا شيخ؟ على كده مولانا ان اي سائمة يحتمل ان تجد فيها زكاة؟ والله على حسب الاجتهاد بقى. المذهب ده خد ايه؟ اصل دي قواعد. لكن هل هذه القواعد حتمية التطبيق؟ لا، دي قواعد مجردة. ولذلك احنا بنقول احنا ايه؟ احنا طريقة المتكلمين. لكن هل كل قاعدة ينبغي ان يتفرع عليها هذا الفرع ونجد لها اثر في الفقه؟ لا. اما الاحناف دي قضية تانية. ولذلك احنا بنذكر القواعد مجردة. وممكن تبقى قاعدة من القواعد لم يفرع عليها الفقهاء، لكنها مما اقتضاه البحث العقلي فقط. طب وليها بقى تأثير فرعي؟ والله ممكن ما تلاقيش. يعني مثلا عندنا ايه؟ الأمر يقتضي التكرار. وجدت حد بيفرع عليه؟ طيب. لكن ده كما قال شيخنا إنما هو حاصل من استيفاء البحث العقلي للمسألة. خد بالك؟ طيب كلام جميل. طبعا ده مش موجود في زماننا طريقة التفكير والفهم ده، خلاص. احنا الآن يا مولانا بنعيش في غرفة الإنعاش العلمي. يعني ايه غرفة الإنعاش؟ يعني بنعيش اللحظات الباقية من الوقت بدل الضائع مع التراث. المرحلة اللي جاية بعد كده مش هتلاقي الكلام ده. هتلاقي كلها عقلية اليوتيوبر. عقلية اليوتيوبر اللي هو عقلية المسائل. واخد بالك؟ اللي هو بيجيب مسألة ده مجردة كده ويبدأ يعرضها. لكن له لا يربي عقل ولا ينمي فكر ولا يظهر عن ملكات. قليل البضاعة. يطلع الله وقال الله تعالى ورصاص كلام. لكن هل هو خرج وربى وعلم وفكر وعلم الناس كيف يفكرون؟ ما حصلش. انا ما بتكلمش عن شخص يا مولانا، انت ما تطحنيش في الكلام عن شخص. انا ما بتكلمش عن اشخاص، انا بحترم جميع الاشخاص. واخد بالك؟ يعني هيكون هو ما اتعلمش اصلا، ما عندوش قصده يعني حلقات يعني. لا اصل خلي بالك القضيه دي يعني ايه؟ طيب بعد كده قال ايه بقى؟ ومنها مفهوم العلم. اخي معنى كده في الايه العلم؟ لماذا لم يوجد قيل في مثال ثالث؟ ماله الثالث؟ في مثال ثالث؟ في مثال لا طب ما قلناه. بيقول لك واما في المثال الثالث اذا قلنا بما عليه الجمهور فيشمل معلوفة غير الغنم من ابل وبقر، لانه بيقول لك ايه؟ في السائمة زكاة. يفهم منها ايه؟ ان في المعلوفة لا زكاة. انهي معلوفة؟ معلوفة الغنم بس والبق بس والابل بس. لان هذه الثلاثة التي ثبتت فيها الزكاة. ايوه نعم من الصفة، بس هيبقى المنفي ايه؟ على الثالث كأنه لا خلاف في ان المنفي يعني المعلوفة من الإبل والبقر والغنم. أما على القول سائمة الغنم والغنم السائمة لا، هيبقى في خلاف. فهمت يا مولانا؟ دي دقائق. قول يا مولانا. علامة العالم الشيخ الشربيني.
واما في المثال الثالث اذا قلنا بما عليه الجمهور فيشمل معلوفه غير الغنم من ابل وبقر، معنى كده ان معلوفه غير اللي هو الثالث اللي هو لما قال لك واما في المثال الثالث اللي هو ايه في السائمه، لما تقول في السائمه زكاه يبقى المعلوفه مطلقا لا زكاه فيها، لان السائمه مقابل للمعلوفه، والمعلوفه هي الذات التي علفت سواء بقى كانت بقر غنم ابل. وهذا بلا خلاف، كان يقول لك الثالث ده بلا خلاف لو مشينا على قول الجمهور الذي يقول بان الثالث من قبيل مفهوم الصفه يكون ذلك نفي للزكاة عن كل معلوفة. طيب لو احنا قلنا بقى في سائمة الغنم وفي الغنم السائمة على كلام المصنف في اثنين في قولين، طب على الثالث انا شايف انه اذا مشينا على الجمهور ما فيهوش الا قول واحد، ومنها الصفة العلة، يبقى ده بيسموه ايه مفهوم العلة، وهو تعليق الحكم بالعلة، مثل ان هو يقول لك حرمت الخمر لشدتها، يعني الكون شدة المطربة انها اشتدت وقذفت بالزبد تشربها كده حضرتك ما تحسش بحاجة، عقلك ينمل يا مولانا. قال يبقى مفهوم العلة اللي هو يا مشايخ هو تعليق الحكم بالعلة، مثل حرمت الخمر لشدتها والسكر لحلاوته، يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم، غير الشديد وغير الحلو، ده الكلام ده موجود في الحاشية، والفرق بين هذا والذي قبله شفت بقى ده كلام الزركشي، ده ما مش اي كلام، ده كلام دقيق للامام الزركشي. الفرق بقى ما بين مفهوم العله وما بين مفهوم الصفه ان بين هذا والذي ان الصفه قد تكون عله كالاسكار، وقد لا تكون عله بل متممه للعله كالسوم، لان العله هي ايه؟ هي العين، والسوم متمم للعين، يبقى الوصف قد يكون علة فقط، وقد يكون ذلك الوصف متمم للعلة. طيب لو كان الوصف متمم للعلة هيبقى من مفهوم الوصف، طب لو كان علة هينفرد باسم الواحد وهيتسمى ايه؟ هيتسمى مفهوم العلة. فيجي يقول لك أعطي الفقير لحاجته، يعني كأنه جعل علة الإعطاء الحاجة. طيب يبقى العلة في الإعطاء هي إيه؟ أنه محتاج لحاجته فقط، مش عشان هو إنسان ومحتاج، يبقى الإنسانية هي العلة والفقر والحاجة متممة، لا ما فيش الكلام ده. قال بعد ذلك ولا كفايه يلا نقف عند مفهوما عند مفهوم العله، وان شاء الله في المحاضره القادمه نتكلم على مفهوم الظرف والمكان والحال والعدد والشرط والغايه وان وانما وكل الكلام ده، لكن جمع الجوامع يا اولاد حلو، هتتعب اي نعم ولكنك ستجد لذة في دراسته. يلا نصلي على سيدنا الحبيب المصطفى وبعد ذلك ننطلق. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفد عن ذكري الغافلون.